عليكم. احنا كساكنه ديال حي الألفة سعد الخير كنتواجدوا الان بالمطرح ديال شركه حضير. هذه الشركه اللي تقريبا واحد 5 أو 6 سنوات وهي كتكرفص على الساكنه ديال المنطقه. والحمد لله اليوم يمكن كاين الفرج لان الشركه كتحيد هذا الشيء ديال كترحل هذا الديبو ديالها، لان كنا كتبنا جميع السلطات والحمد لله السلطات مشكوره استجابه للساكنه، وكنشكرهم على جزيل الشكر لان قايمه بالواجب ديالها. ونتمناو من جميع السلطات انها ماشي عيد نحيدوا هذا المطرح ديال شركه افيردا، ولكن تكون شي حاجه اللي تعود بالفائده والمصلحه ديال السكان وديال اولاد المنطقه، لان المنطقه في حاجه لمساحات خضراء، المنطقه في حاجه لفضاءات رياضيه كملاعب القرى. ونتمناو خير لهذه المنطقه. من 2014 حنا تنعاني، كانت الشركه جات في 2014 عندنا ديفتر التحمولات ديالها، شو الحاله ديال الناس اللي عايشين فيها، الناس مرضهم مرض السل، شو الاسباب، شو الشركه اللي حاطه هنا تدي واحد الاموال فائضه مقاطعه حي الحسني، حرام. كما لقيناش حنا ناس مسؤولين السلطه اللي واقفه معنا في هذا الحد، تنتحروا مع الفيديوهات والمساعي تجاوبوا معنا الناس ديال السلطه وحلوا معنا المشاكل، والشركه باقا الان حاليا تترمى بشويه باش تتزاد هذا الشيء. هذا الشيء حنا بغينا تيرانات، ما بغيناش نبقاو ندورو بالسينما نجي تاع عرس حاده عاد نبدا ندور على الناس ندقوا عليهم، ناقصنا نخدموا الساكنه في مقاطعه الحي الحسني. الجواب ديال جيتنا اللي جينا به سيدنا الله ينصرو، خاصنا نجاوبوا مع الساكنه، ما بقاش تادين علينا البيروات تنقولها في اي فيديو، تتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء. الله يجزاكم بخير، تفاعلوا مع الساكنه ديال مقاطعه الحي الحسني، حنا كون ما لقينا السلطه بجنبنا شكون غيكون معنا؟ هاد الناس اللي عاطين الاصوات ديالنا، نهار الانتخابات يدقوا علينا في الديور، نهار الانتخابات يسدوا البيبان ديالهم، تفاعلوا مع الساكنه الله يجزاكم بخير، ما تقلبوش على المشاكل في الساكنه، تتقلبوا مع المشاكل، ما تقلبوش على الحلول للحاجه اللي محتاجه باش مقاطعه الحي الحسني. هاد الشيء تيضر في الخاطر، حرام، الحي الحسني اول مهندس مرض سل مقاطعه الحي الحسني اول ساكنه عدل عدد الناس كثيره مريضين من مرض السل، هادشي ما عارفينوش، حاطين حدانا بزباله، شوف كارثه، شوف ياك تنحاربوا البيئه، شوف البيئه، شوف البيئه ديالك، هاد الزيت اللي راه هاد الزبل امتى يتحيد؟ امتى خصو يتحيد؟ الشركه عندها المطرح ديال الزبل ديالو هنا يبقى لينا كارثه هنايا، شينا هاد الشر ما كاين لا بيع على والو، فينا هو؟ تنحملوا المسؤوليه لجميع المستشارين ديال مقاطعه الحي الحسني، ماشي الرئيس، جميع المستشارين ديال مقاطعه الحي الحسني على هاد الفتنه اللي دايره في حي الحسني من الاسباب. شركه النظافه على عينا بها، هي خدامه جبنا حتى خدامه كاينه، الصور الحيوط طاحوا، الشانطي تكرط، مصيبك حنا في هاد، حنا بغينا التغيير اللي تينادي به سيدنا الله ينصرو. حنا قالنا سيدنا خدموا ما كانش نريحوا، الله يزاديكم بخير. الناس المسؤولين في حي الحسني، المستشارين ديال حي الحسني، تحركوا الله يجزيكم بخير. مأمون عبد اللطيف اللي هو عضو في الجمعيه المغربيه الحسنيه لمحاربه الرشوة وحمايه المال العام، وعضو في جامعه المجتمع المدني المغربي جهه الدار البيضاء ستات. اليوم كي كتشوفوا كنتواجدوا بهذا المطرح اللي هو ديال شركه افيردا، واللي بغيت نقول لكم الاخوان وهو تنحمل المسؤول اللي عطى لهاد الشركه حطات هنا، انه الشركه ملي حطات هنا واليوم كي كتشوفوها هي كتهز، راه خلات ناس من وراها امراض وتعانيو. حنا لهذا تنحملوهم المسؤوليه، وغادي نكونوا ان شاء الله حنا كمجتمع مدني مع الساكنه واحد اللجنه اللي حنا غنراسلوا جميع الجهات المسؤوله، وعلى على راسهم السيده العامل عماله مقاطعه الحي الحسني، باش دير واحد يعني تحقيق في هذا الشيء هذا، وتعرف بانه ولو عائلات مرض هنا وناس كبار كيعانيو. واللي ما فهمتش انا هو الشركه جات كتهز وما دارتش الدواء، وكي كتشوفوا عرفتي شنو كيخرج من هنا، العجب كيخرج دابا، العجب كيخرج من هنايا. لهذا تنطلبوا من الناس المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم، وبالخصوص السيد رئيس مقاطعه الحي الحسني اللي هو تيمثل الساكنه في
القبة البرلمانية وتيمت لنا في المقاطعة أنه ما كاينش كان خصو يكون معنا بصراحة أو نائب النواب ديالو. لهذا تنطلبوا من جميع المسؤولين يتحملوا مسؤوليتهم، وتنشكروا السلطات بكل صراحة اللي هي كتواجد معنا الآن والساكنة. ودائما نحن تحت شعار الله الوطن الملك. في الموقع دابا ديال الغرار الذي كان محتاج للرحال الذي امامكم، ان شاء الله 5 سنوات وكان يعود على الساكنه سهل الخير بالو، خاصه بالصيف لما يكون يحرقوا الحرائق وهذه تعود علينا صراحه. الصيف كنا نعاني معاناه شديده من الدخان، وحنا الان نحو هذه نشكر السلطات المحليه بما فيها الباشا والقائد وجميع العاملين، هذا الحي الحربي على ما قاموا به من جهود وازاله هذه الاثار. كما نتمنى على سلطاتنا القائمه ان تجد لنا بديل في المكان هذا كحديقه للاطفال والعاب، ويكون شجر ومنظر جميل، لأن احنا واجهة سياحية خاصة هي أمام الفلل وأمام السكنة قريبة منها.